وقع الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي مدير جامعة الملك فيصل اتفاقية تعاون بين الجامعة ممثلة في كلية الصيدلة الإكلينيكية ومستشفى الأحساء ليتم التعاون بين الطرفين في مجال خدمة المجتمع من خلال تدريب الطلاب بالجامعة وتطوير الخدمات الصيدلية في مستشفى الأحساء. الشراكة المجتمعية لها يعني مواصفات ومضامين والتزامات، جزء منها الشراكة فيما يخص العمل الأكاديمي وأيضا الخبرة الميدانية، وهذا إن شاء الله تعالى يتحقق من خلال هذه الاتفاقية. المستشفى بما يعني سمعت وقرأت عنه وأيضا أخبروني الأخوة أنه يملك الكوادر التي بالفعل تحقق للمتدربين إن شاء الله تعالى وأيضا أعضاء هيئة التدريس ما يمكن أن يفعل إن شاء الله تعالى في كل بنود الاتفاقية ويحقق لها بإذن الله تعالى يعني ما نستطيع أن نقول نجاح شراكة استراتيجية فعالة بين الجامعة وبين المستشفى. من جانبه أثنى الدكتور ماهر جمال الدين المدير التنفيذي لمستشفى الأحساء على الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الجامعة لتحقيق أهدافها في مجال خدمة المجتمع وحصولها على أعلى معدلات الاعتماد والجودة العالمية، مما يبشر بتحقيق شراكة ناجحة. بحب هنيكم ونحن بنرفع راسنا ونشوف حالنا فيكم بالاعتراف الدولي الأمريكي والاعتماد الدولي الكندي لكلية الصيدلة. يعني كمان هذا الشيء بيرفع الراس، وبعتقد ستاندرد يلي وصلتوا له ما بعتقد أي كلية وصلت له. بقى هدول حبيت هنيك سعادة الدكتور محمد ومعاليك على هالإنجازين الكتير مهمين. يعني أنا بعرف شو بيعني اعتراف دولي أمريكي، وبعرف شو بيعني الاعتماد دولي الكندي. يعني نحن بالمستشفى عنا تقريبا 3 اعتمادات، طبعا عنا السباهي اللي هو اعتماد الوطني يلي كمان بيشرف، يلي أخذوا من الأمريكي ومن الكندي، أخذوا من جونت كوميشن وأخذوا من أكريتيشن كندا وأكريتيشن أستراليا، وطوروا عليه الشباب هون وطلع نظام اعتماد لمستشفيات بالمملكة العربية السعودية شيء بيشرف. جدير بالذكر أن المستشفى شريك فاعل مع الجامعة في أكثر من مجال، وتم توقيع اتفاقية مماثلة من قبل مع كلية الطب في الجامعة، وحققت من خلال هذه الشراكة نجاحات كبيرة في خدمة المجتمع. وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة عمل تجمع بين العمل الأكاديمي والخبرة الميدانية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.